تزداد وتيرة المواجهات المسلحة في جنوب وشرق البلاد مع استمرار السلطات الأوكرانية وبغطاء غربي بحملتها العسكرية فيها، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 90 شخصا وإصابة المئات. الخارجية الروسية وفي بيان لها دعت مجلس أوروبا إلى إجراء تحقيق محايد وغير مسيس في الجرائم التي ارتكبت بأوكرانيا، فيما أكد الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف أن رئيس بوتين تسلم تقريرا من الخارجية الروسية أطلق عليه الكتاب الأبيض، يشير إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا اكتسبت طابعا جماعيا، وأن استمرارها يمكن أن يحول الوضع هناك إلى تهديد جدي للسلام والأمن الإقليمي. رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية أليكسي بيشكوف حمل السلطات الجديدة في كييف مسؤولية تدمير أوكرانيا كدولة موحدة من خلال تبرير عمليات القتل الجماعي في شرق البلاد لمن لا يوافق على سياستها. إلى ذلك دعا كل من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والمفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية والأمنية كاترين أشتون إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا. في غضون ذلك يستأنف الجيش الأوكراني هجومه على مدينة سلافيانسك ومناطق أخرى من الشرق الأوكراني. متاجرنا ترسل السيارات إلى خارج المدينة محاولة جلب الطعام والمؤن بسبب قطع الطرقات في كل مكان. المدينة بحاجة لتأكل. أعتقد أن الأمر سيء. إذا قاموا بالاقتحام لدي مجرفة حادة في المنزل وسأخرج بها. ليس لدي سلاح فنحن لسنا مسلحين. بالتوازي مع ذلك تستمر الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة في أوكرانيا، فمن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي للجنة الوزارية التابعة لمجلس أوروبا، فيما اعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاين ماير أنه من الضروري عقد لقاء جديد في جنيف لبحث سبل نزع فتيل التوتر في أوكرانيا.